اولا مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا بيك وجمهورك الكريم. ايه اللي بيحصل وايه الحكايه وايه اللي ادى لهذا الوضع لسيليكون فالي والوضع والانهيار والودايع واللي عامل دوشه كبيره سواء عند حضرتك في امريكا او في بريطانيا او حتى على المستوى العالمي؟ طيب، هو يعني البنك اللي اسمه سيليكون فالي يعني بنك متخصص مع المشروعات الناشئه، بيسموها الستارتر بيزنس، اغلب العملاء بتوعه من هذه الحينه. مع وجود الازمه اللي حصلت في الولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد من تاثيرات الحرب الروسيه الاوكرانيه، وان يعني أن الاقتصاد العالمي بدا يحصل فيه نوع من الركود، وسلاسل الانتاج لدرجه المشكله مستمره، وايضا الاغلاق التي اغلقته الصين وبتفتح النهارده تدريجيا، كل الحاجات دي مع بعضها بالتاكيد شكلت ضغط على الشركات الناشئه اللي هو بيتعامل معاها البنك ده بصفه رئيسيه. فالشركات دي بتحتاج الكثير من السيوله النقديه. فالبنك عشان يغطي طلبات السيوله النقديه باع السندات الموجوده لديه من سندات الخزانه الامريكيه والباند اللي هي بيسموها السندات طويله الاجل 10 سنوات بعد ما سعرها اقل، فباعها بالخساره عشان يقدر يلبي احتياجات العملاء. فخسر 1.8 مليار دولار نتيجه بيع بسعر اقل من السعر اللي اشترى بيه. ده عمل نوع من التخوف لدى العملاء الموجودين في البنك، وبداوا يتسارعوا في سحب الايه؟ الاموال. فبدا يبيع اصول اخرى عشان يغطي طلبات السحب اللي موجوده، وعايزين يروحوا لبنوك اكبر زي كيس بنك وزي بنك اوف امريكا وسيتي بنك، عشان هم خايفين. البنك حجمه مش كبير، يعني هو حجمه متوسط في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. فبدا التخوف ده عمل سيكولوجيه الايه؟ الهلع عند المودعين. فبدا يزيد الطلبات، وبدا هو يبيع اصول اكثر بخساره عشان يغطي الطلبات. انخفض سعر السهم 66% من قيمته في البورصه الامريكيه. البورصه الامريكيه وقفت التعامل على السهم عشان طبعا في كارثه حاصله بالنسبه لهذا البنك، والبنك كمان فايل حاجه اسمها بنك رابسي الافلاس لحمايته من الدائنين. هنا في امريكا هيئه اسمها الاف دي سي اي، الاف دي اي سي. الهيئه دي بتضمن الاموال الموجوده في البنوك الودايع لغايه 150 الف دولار، الودائع او الحسابات الجاريه او حسابات التشيكن اكاونت لغايه 150 الف دولار بس. اللي عنده مشكله بقى اللي عنده مبالغ اكتر من كده. لكن المبالغ الاقل هتضمن الهيئه دي الفدراليه اللي هي اف دي سي، الاف دي اي سي، هترجع الفلوس دي، بس طبعا مش هترجعها على طول. وفي نفس الوقت وضعت ايديها على اصول الشركه عشان النهارده بيشوفوا مشتري يشتري الاصول اللي متبقيه من هذا البنك عشان يدور البنك ويدفع مرتبات العملاء الموظفين ويدفع فلوس العملاء اللي موجوده في البنك. هو الموضوع بيخص هذا البنك فقط ولا يخص النظام المصرفي الامريكي ككل. طيب دكتور ماك، ايه حصل في اثر على كندا في اسهم بنوك في كندا، وحصل زي ما الانباء اللي موجوده محو 14 مليار دولار من قيمة أسهم في كندا نتيجة لانهيار سيليكون فالي، وأيضا بنك إنجلترا كمان بصدد إعلان إفلاس وحدة البنك سيليكون فالي في بريطانيا. ما هو هذا البنك هو بنك متوسط الحجم، متوسط الحجم يعني بالنسبة لأمريكا يعني بنك كبير في منطقة الشرق الأوسط. واخد بالك؟ فهي الفكرة يعني بالتأكيد هناك شركات وهيئات ودول بتتعامل مع البنك في اصوله، فما الاصول بتنخفض يا احمد ب 66% في 24 ساعه، ده بالتاكيد بيعمل هلع لدى المستثمرين ولدى يعني الدافعين يعني استثمارات من خارج الولايات المتحده الامريكيه زي بريطانيا وزي كندا. نعم. كمان اثر على البنوك المتوسطه اللي زيه، اللي الناس خافت، قال لك ما هو الاثر المباشر ايه؟ رفع الفائده في الفدرالي الامريكي. يعني الفدرالي الامريكي لما بيرفع الفائده النهارده وصلها ل 5% بيعمل حاجه اسمها تضييق للاقتصاد الامريكي. نعم. يعني بيخنق الاقتصاد انك ما تقدرش تحصل على اموال. وده بيزود حاله البطاله، معدل البطاله، وبيزود مشاكل الشركات الصغيره والميكرو، يعني بيسموها الشركات الصغيره ومتناهيه الصغر، تأثرت كثير جدا باللي حصل ده، وده اللي عمل المصيبة للبنك ده اللي هو متخصص
مع ده عايزين نعين الشركات، شركات الستارت اب اللي هي الشركات الناشئه لسه جديد محتاجه سيوله ومحتاجه، وما فيش بنوك كتير بتديهم فلوس في امريكا لانه ما عندوش الخبره وما عندوش الوقت وما عندوش الاسيت يعني الممتلكات المقامات الماديه والمعنويه انه ياخد عليها قروض من الشركات الكبيره البنوك الكبيره في امريكا. فالبنك ده كان متخصص في هذا النوع من القروض. بس ده بالتاكيد ما لا يعني انهيار النظام المصرفي يعني، لكن لا يعني انهيار يعني وزيره الخزانه الامريكيه كانت بتتكلم النهارده وقالت ان احنا يعني ما عندناش خطه عشان لانقاذ البنك ده. تعليق حضرتك ايه؟ ما هو للاسف الشديد النظام الراسمالي نظام يعني بشع في اسلوب التعامل. لان يعني حتى الهيئه الفدراليه اللي هي الاف دي اي سي اللي قلت لك عليها دي بتضمن لغايه 150,000، بس لو انت قريت الكلام الصغير بقى اللي بيسموه الفاين برنت تمام، ما قالكش في مده قد ايه، ممكن يديهم في سنه، في 10 سنين، في 5 سنين، واخد بالك؟ يعني اللي عنده اكتر 150,000 دولار مش هياخدهم، اللي عنده اكتر 150,000 دولار هيضيعوا عليه، اللي بعد ال 150، اللي بعد ال 150 ينسى. انتهى ينسى خلاص بقى، يا شكرا يعني سلمنا على الترماي، ما هو كده بعدهم الترماي بالظبط زي ما عمل اسماعيل ياسين يعني. طب احنا هنا بنتكلم على امريكا، يعني انا حاطط فلوسي في بنك فجاه الاقي فلوسي دي مش موجوده؟ ده انا بتكلم على امريكا اكبر اقتصاد في العالم. وعشان كده بقول لك عمار يا مصر طلعوا عليا بهدلوني في السوشيال ميديا، قلت عمار يا مصر. عمار يا مصر فعلا. عمار يا مصر. انا هستنى بقى اللي هيتعمل فيا بكره استفرج يا حبيبي. اشكرك دكتور مكشر، قوي كل التحيه لحضرتك.